السلام الغزالات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو ديال اليوم غتلقاكم في احسن الاحوال. الوغ بالنسبه للناس بغاو ينقصوا الوزن وتبعوا حميه، ما خصكيش تقطعي الماكله ديفينيتيفمون، ما خصكي تاكلي ماكله اكيليبري. الوغ كنا كنعرفوا بان في الصباح كيجينا ناكلوا شي حاجه حلوه، ولكن تشهاو ندوزوا شي حاجه مع الكافي ولا لوتا اللي كناخذوا. دونك دي كل يوم شفت لك واحد ليدي اللي ساهله مهله، وممكن تحضري بها واحد الكاطو للفطور ديالك خالي من الدهون ومزيان بزاف. بقاي معايا غادي نوريك شنو هما المقادير وطريقه التحضير. الوغ بالنسبه للمقادير، غادي تحتاجي بنانا، غادي تحتاجي الشوفان، شوكولا اون بودغ، وغادي تحتاجي كذلك سوا معلقه ديال العسل ولا جوج طوبات ديال السكر اللي بغيتي. انا شخصيا كنستعمل معلقه ديال العسل كبيره لانها سكر طبيعي. فوالا، دونك دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. بقاي معايا. ها هي البنات ديالي غسلتها، دونك ولات عباره عن اون كومي بات. دونك تنقبضها كنديرها في ان كرون بول بحال هكا. جو فو مونطخي من بعد قبل ما نبدا. من بعد كنزيد عليها الشوفان، فوالا، ومن بعد كنزيد لو شوكولا اون بودغ بلس هاديك لا كويير ديال العسل. دونك نبدا نخلط. ها هما المكونات ديالي كلهم، حطيتهم دون ان كرون بول، غادي نجمعهم كاملين. دونك شوكولا اون بودغ، الشوفان، العسل و لا بانان. تقدي ديري كثر، انا جوست بوغ زعما بوغ فو مونطري، واخا هكاك راه تعطي كميه كبيره. دونك غادي نخلط كلشي البنات حتى نحصل على اون بات، ومن بعد ندوزو ليطاب سيفونت. العجينه ديالي ها هي واجده، دونك الخليط ديالي ها هو واجد. غادي نبدا نحضرو دونك سو فورم دي بار، وغادي نوريكم الطريقه. غادي نحتاج واحد شويه ديال الزبده ندهن بها غير المقله. دونك الا ما عندكش الفران، ولا انا كيعجبني نديرهم في المقله لانهم كيتكرملوا كيجيو زوينين. المقله ديالي ها هي واجده، داكوغ، حركت بنفس المعلقه. دونك ديكو بقى ليا لو شوكولا، سي با غراف، نقصتها. وهنايا عندي لي باغ، انا بديت كنوجدهم، فوالا. دونك غادي ناخذهم وغادي نبدا نحطهم في المقله ديالي. بقاو معايا. شفتوا كيفاش كيكونوا البنات؟ ها هما تيكونوا متماسكين، كيبان لكم الشوفان اللون ديالهم هكا لان درنا الشوكولا. دونك هذه غير باغ وحده مع الحليب ولا مع القهوه اللي كتشربي ولا مع لو تي، وردي عليا الخبر. وها هما لي باغ ديالي، وجدوا بالصحه والراحه. كما قلت لكم غير بنانه وحده تقدر تعطيكم 6 ديال لي باغ. دونك فوالا، ما تنساوش تجربوا هذه الطريقه هذه بالناس اللي بغاو ينقصوا في الوزن وبغاو ياكلوا شي حاجه صحيه. كنقول لكم بالصحه والراحه، والا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تلايكيو، تحطوا كومونتير، تابوناو الا ما كنتوش ابوني، وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. كنتمنى لكم كل خير، وكنقول لكم فيديو جديد تسناوني.